معي كريستيان جيمس، هو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية. ربما نستفيد من وجود كريستيان. ما هي الاقتراحات التي تقدمها الولايات المتحدة في هذه القمة لمساعدة أوكرانيا؟ أولا، هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية والأمريكية لتقديم الدعم إلى الشعب الأوكراني، وفي هذا الاجتماع سوف ننسق مع الحلفاء ومع الشركاء، وسوف نناقش الكثير من القضايا بما في ذلك حول زيادة العقوبات على روسيا. ورئيس بايدن أيضا سوف يؤكد على التزام الولايات المتحدة بالبند الخامس من ميثاق ناتو، فنحن على نفس الصفحة ونحن متحدين. ولكن عمليا وبصفة ملموسة، ماذا ستقدم القمة؟ ماذا تقترح الولايات المتحدة على القمة تقديمه إلى أوكرانيا على الصعيد العسكري مثلا؟ الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية قدمنا أكثر من ملياري دولار من المعدات العسكرية والمساعدة المالية والإنسانية لمساعدة الشعب يصمد أمام العدوان غير المبرر من قبل روسيا. وفي نهاية الاجتماع اليوم أنا أترك الوقت للرئيس بايدن، وهو سوف يتحدث وسوف يلخص حول المخرجات، ولكن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدة المستمرة إلى الأوكرانيين. الأمين العام يانس ستولتنبرغ تحدث عن أن القمة ستوصي بتزويد أوكرانيا بمعدات للاحتماء من الأسلحة الكيميائية الأشعاعية البيولوجية والتهديدات النووية. إلى مدى أو إلى أي حد أنتم قلقون فعلا؟ وهناك معطيات من أن هذه الأسلحة قد تستخدم في هذه الحرب؟ أكيد نحن قلقون باستخدام الأسلحة الكيماوية. لماذا؟ لأن روسيا استخدمت ولديها سجل طويل جدا من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأبرياء، ضد النساء والأطفال. والولايات المتحدة قالت أن في حال استخدام هذه الأسلحة يعني سيكون هناك رد كبير، يعني المجتمع الدولي سوف يرد على ذلك، لأن استخدام الأسلحة الكيماوية مخالف يعني يخالف المعايير الدولية. تعتبر يعني أن مسألة استخدام الأسلحة الكيماوية هي خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة بالنسبة للناتو؟ لا نتكلم عن خطوط حمراء، ولكن قال الإدارة الأمريكية أن ناتو سوف يرد على ذلك وسوف نجعل روسيا تدفع ثمن باهظ. فعلا هو إذا فعلا مثل هذا الافتراض لا يعني الناتو والولايات المتحدة بل يعني المجموعة الدولية ككل. روسيا عبر وسائل كشفت عن أن بعض الوثائق لديها تؤكد أن البنتاغون مول وأبرم عقود مع مختبرات بيولوجية في أوكرانيا. إلى مدى هل فعلا هناك عقود أبرمها البنتاغون مع مؤسسات أوكرانية في لتطوير بعض البرامج البيولوجية؟ يعني المزاعم الروسية دائما هراء، يعني ليس هنالك حقيقة لهذه المزاعم. يعني الولايات المتحدة ملتزمة وتمتثل يعني بالميثاق ضد استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ولكن روسيا مرة أخرى هي الطرف الوحيد في هذه الحرب التي استخدم في تاريخ الأسلحة الكيماوية ضد الأبرياء، وعادة روسيا تتهم الآخرين بنفس الأشياء التي تقوم روسيا بها نفسها. دول أوروبية عدة خاصة بولندا دول البلطيق وتصور حتى إلى حد ما الولايات المتحدة تطالب الدول الأوروبية بوقف واردات الطاقة من السوق الأوروبي من روسيا. ألمانيا دولة تعتمد كثيرا على موارد الطاقة من روسيا. يعني أنتم كأنكم تطلبون من ألمانيا أن توقف عجلة الاقتصاد، هل هذا منطقي؟ لا نطلب من الأوروبيين إيقاف استيراد النفط الروسي. الرئيس بايدن اتخذ القرار للولايات المتحدة، وهذا القرار كان جريئا جدا، ولكن لا نطلب ولا نتوقع من الأوروبيين، لأن الظروف في أمريكا مختلفة تماما عن الظروف في أوروبا، ولكن نثني على ألمانيا على قرارها لإيقاف نورد ستريم 2، فهذا كان شيء إيجابي جدا، ولكن لا نطلب ولا نطالب
الأوروبيين بإيقاف استيراد النفط.